الأمازيغية بكل متغيراتها منتشرة في قطر فضاء جغرافي واسع جزائر قطر. إذن أمر مستعجل بالنسبة للمحافظة أن نهتم بجمع معطيات اللغة في الميدان. الاقتراح تاعنا لجامعة أدرار التي سوف تحتضن في شهر أكتوبر 2020 أول ملتقى أكاديمي يسمى يعني في شق جغرافية اللسانيات جيوغرافي لينغويستيك لإعداد خريطة أطلس لغوي أمازيغي في الجزائر. نسعى إلى تعميم أيضا تواجد اللغة الأمازيغية في الفضاء الجامعي، فتح معهد اللغة والثقافة الأمازيغية في 2019 في أو قسم اللغة الأمازيغية في جامعة قمرست، و2020 نسعى إلى خلق معهد اللغة والثقافة الأمازيغية في ولاية أدرار.